لمزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معنا عبر الهاتف دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية دكتور حسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قليل في نقاط هامة، ومن أهمية هذه النقاط أو من النقاط الهامة التي تحدث فيها الرئيس اليوم هي تفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفكرة عدم تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المصرية عفوا، وعدم سماح مصر بهذا أو بهذه الفكرة شديدة الخطورة. كيف ترى تفهم الرئيس الفرنسي لهذه الفكرة؟ يعني اولا مساء الخير، يعني اتصور انه يعني القاهره زي ما حضرتك تعلمي كده يعني هي مقصد للزعماء الدول من حرب المتزايد. اتصور انه يعني رئيس دكتور حسن استاذن حضرتك بس الوقوف في مكان به. حاضر اتفضل. يعني احسن اتفضل. اتصور انه الرئيس في اجرب من الصلاة او الاطراف هي بمن بسرعة رقعة الصراع وقف حالة العدوان اللي بتشنها سلطات الاحتلال على يعني الفلسطينيين العزل في غزة. يمكن احداثها كان اللقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون اللي كان قادم من الاردن، وقبلها في تل ابيب والمؤتمر الصحفي اللي احنا تابعناه جميعا. المصري الرسمي والحاسم والقاطع الرافض لفكرة سكان قطاع غزة إلى سياسة مصرية أو إلى أي مكان آخر. نعم. يمكن هذا الرفض وهذا التأكيد، هذا التجديد للتأكيد السيسي مع زعماء العالم كله هو اللي خلى الحقيقة كإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون أصبح مقتنعا فيها الصراع. اي شيء مهما تم على مصر من ناحيه اخرى، ويمكن النجاح المصري الحقيقه في دكتور حسن اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.